له من العمر 63 سنة قبل النبوة 40 ونبي ورسول 23. هل هو نبي أو رسول؟ نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. هو نبي. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي. اقرأ. أول من آمن من الرجال بالنبوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ورقة بن نوفل. وبالرسالة الصديق رضي الله عنه. طيب. إلى ماذا يدعو؟ وينذر عن الشرك. بلده مكة. هاجر المدينة. طيب بعث إلى من؟ إلى الناس كافة. إلى الثقلين. نعم الناس كافة الثقلين. نعم. طيب فتح الله عليك. من؟ نعم يا أخي. يا أيها المدثر قم فأنذر. ينذر ويدعو للتوحيد. وثيابك فطهر. الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية تكون للبدن والبقعة والثوب، وتكون بالماء وهو الأصل، أو بالتراب وهو الفرع. صح؟ نعم. أما الطهارة المعنوية هي المهمة. رجل مسجون مقيد بالسلاسل ولا يستطيع أن يستنزه من بوله، ولا يستقبل القبلة، ولا أخذ الزينة في الصلاة، ولا ولا، وهو مسلم يصلي على حاله وصلاته صحيح. وثيابك فطهر. قال طهر أعمالك من الشرك. طهر أعمالك من الشرك، لأن الشرك لو دخل في العمل أفسد العمل. مثل الحدث إذا دخل في الصلاة أفسد الصلاة. تحذر من الشرك. وربك فكبر. كيف نعظم الله؟ بالتوحيد. قال ومن قبح الشرك كون مسبة لله. والرز الأصنام هجرها وتركها، البراءة منها ومن أهلها. طيب حكم لعن الشيطان، قلنا أنه نخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن الشيطان أي طرد من رحمة الله، ونحن لا نلعن، لأنه جاء في الحديث أن ذو لعن يتعاظى. ماذا نصنع؟ نستعيذ بالله منه. طيب فتح الله عليك. نعم أنت. أي أنواع الجهاد كم؟ جهاد النفس. الله يفتح عليك. جهاد النفس يكون بماذا؟ بالجوارح. جهاد النفس بماذا يكون؟ نعم بالمسائل الأربع، بالعلم والعمل والدعوة والصبر. إذن تجاهد نفسك أولا بالعلم والعمل والدعوة والصبر. فتح الله عليك. نعم. الثاني جهاد من؟ جهاد الشيطان. وقلنا الشيطان الرجيم، لأنه يرجم بني آدم من طريقه، من طريق الشبهات والشهوات. فكيف تجاهد الشيطان؟ تغلق عليه باب الشبهات. الشبهات إما بدعة أو شرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغار وكبائر. تترك الصغائر والكبائر. الثالث جهاد الكفار والمنافقين. يكون بالقلب واللسان والجوارح والمال. جهاد المنكرات بماذا يكون؟ تركها وهجرها.
لا ما يصح هذا الكلام. انتبه. بماذا يكون جهاد المنكرات؟ نعم يا أخي. فتح الله عليك. جهاد المنكرات يكون باليد لمن استطاع. باليد قلنا هذا للسلطان ومن يوليه السلطان. نعم. باللسان. باللسان هؤلاء العلماء وكذلك طلاب العلم. وبالقلب. وبالقلب هذا ليس بعده شيء. لابد أن ينكر بقلبه. نعم. فتح الله عليك. طيب. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار. يبقى عندي سؤال من عندي. إيه يضعف إلى ما أعتقد. لو قال لك قائل ما الفائدة من دراسة الأصول الثلاثة؟ إيش الفائدة؟ لا فائدة من هذه المتون العلمية. تقول تعال اجلس وأنا أسرد لك فوائد من هذا الوقت إلى العشاء إن شاء الله تعالى. والله أن في هذه الكتب كتب السلف بركة. كم استفدنا من فوائد. وكنت في القديم يعني أنت تقول له هذا أقرأ هذه الأصول تقول يعني ما فيها شيء. والآن بدأت أني أعرف كيف استنبط الفوائد من هذه الكتب فيها نفع واستفدت من الحفظ وكذا. لو قال لك هذا طيب هل تغير شيء في العبادة من قبل الدراسة وبعد الدراسة؟ تقول نعم. قبل الدراسة يعني كانت هناك أشياء ملبسة علي. ما هو التوحيد؟ وهؤلاء الذين يقول لماذا ندرس التوحيد؟ عرفت أن حياة القلب تكون بماذا؟ بالتوحيد. وأني والله لا يمكن أترك دراسة التوحيد. وأنه في دراسة التوحيد حلاوة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تقول لهذا انتبه. ترى إذا تسمع دروس التوحيد ويكون في نفسك شيء قد تنطبق عليك هذه الآية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. احذر أن تكون من هؤلاء. تفرح بدرس التوحيد. تقول ليت الدروس كلها توحيد. نعم والله. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة حتى في كتب الفقه أول ما يبدأ به الفقهاء كتاب الطهارة. وأرادوا طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. يختم الفقهاء رحمهم الله بباب الإقرار. الإقرار بماذا؟ بلا إله إلا الله. توحيد حياة القلوب. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكر لك بعض الناس أن التوحيد عرفناه ولا داعي ندرس التوحيد وغيره هذا كله من تلبيس إبليس. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. آمين. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. تكمل المذكرات والفرصة الثانية أذان العصر. لا نريد أي فراغ في المذكرة. كتبنا وحللنا كل شيء الآن. فتكتبوا لنا وتكون المذكرة كاملة مع صلاة العصر إن شاء الله. وتحضروا لنا يعني مراجعة متن القواعد الأربع. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.